السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. ولدي هنا خبر ورد الآن، الخبر يقول عاجل: الحوثي يهدد باستهداف السفن الإسرائيلية. وإلى التفاصيل، أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد أنصار الله أن موقف الشعب اليمني من القضية الفلسطينية موقف ثابت ومشرف، وأنه لن يتردد في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته. وقال السيد القائد في كلمة له خلال تدشين الذكرى السنوية للشهيد: إن موقف شعبنا منذ بداية العدوان على غزة كان موقفا واضحا ومشرفا، وقد أعلنا منذ اليوم الأول وقوفنا مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته. وأضاف أن شعبنا العزيز جسد هويته الإيمانية في الخروج الجماهيري نصرة لفلسطين بما لا مثيل له في أي بلد عربي وإسلامي وعلى المستوى العالمي. أشار السيد إلى أن شعبنا العزيز مستعد لبذل كل ما يستطيع من أجل نصرة القضية الفلسطينية، ولو يتوفر له منفذ بري يتحرك من خلاله ليصل إلى فلسطين لتحرك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين الأبطال الأحرار. وأوضح أن الشعب اليمني لن يألو جهدا على المستوى العسكري بالوسائل المتاحة، وإخوتنا في القوات الصاروخية نفذوا عددا من العمليات إلى جنوب فلسطين المحتلة. وتابع: إن عملنا على مستوى قصف العدو بالصواريخ والمسيرات سيستمر، وسيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو غير فلسطين. وأكد السيد القائد أن عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية. وقال إن اعتماد العدو الإسرائيلي على أسلوب التهريب والتمويه في البحر الأحمر دليل خوفه ودليل على جدوائية وتأثير موقف بلدنا وشعبنا عليه. وتابع قائلا: إن شاء الله سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه، وليعرف بهذا كل العالم. مشددا على أن الشعب اليمني أعلن موقفه ومستعد لكل تبعاته: نحن شعب مجاهد، وقدمنا التضحيات لثباتنا على موقفنا تجاه فلسطين من أول يوم رفعنا فيه صرختنا. وأشار السيد إلى أن موقف الشعب اليمني من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ومشرف، وسنستمر في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.